مرحبا بكم طلاب الصف السابع الأساسي، سنقوم اليوم بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بدرس المبتدأ والخبر الموجود في الكتاب من صفحة 173 حتى 179. للتذكير طبعا من الأهداف التي علينا كان أو التي حققناها من خلال الدرس، أن نعرف بالمبتدأ والخبر، وأن نعرف أنواع المبتدأ، وأن نعرف أنواع الخبر. وزدنا طبعا على هذه الأهداف بعض الحالات التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ. هنا تذكير بالقواعد التي تحدثنا عنها، بكل قاعدة متعلقة بالدرس بدأت بالتعريف بالمبتدأ والخبر، وكيف يكون المبتدأ دائما معرفا بالتعريف أو بالإضافة في أكثر الأحيان طبعا. ثم تحدثنا عن الخبر وقلنا بأنه يتبع المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. بعد ذلك تحدثنا عن المبتدأ، قلنا بأنه عدة أنواع، يأتي اسما صريحا، ضميرا منفصلا، ويكون أيضا اسما مبنيا، اسم موصول، اسم استفهام، اسم إشارة، أو مصدر مؤول. بعد ذلك تحدثنا عن أنواع الخبر، وقلنا بأنه يأتي اسما مفردا، يعني ليس جملة، ويأتي جملة فعلية وجملة اسمية وشبه جملة. طبعا شبه جملة يتألف إما من جار ومجرور وإما من ظرف ومضاف إليه، وكذلك يأتي مصدرا مؤولا بالصريح. وقلنا بأن المصدر المؤول عندما يأتي في أول الجملة يكون في محل رفع مبتدأ، أما إذا جاء بعد المبتدأ فيكون في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. نبدأ بالسؤال الأول، دل على المبتدأ والخبر فيما يأتي وحدد نوع الخبر، ثم أوضح وظيفة كل من المبتدأ والخبر. نحن سنجيب عن الجزء الأول من السؤال، يعني نحدد المبتدأ والخبر ونوع الخبر، لا داعي للدخول في وظيفة كل من المبتدأ والخبر، فلنبدأ. طبعا هناك ملاحظة أن الخبر يجب أن يوضح المبتدأ، يجب أن يتضح أو تتضح معنى الجملة عندما يذكر الخبر. فلنرى في الجملة الأولى، الدرب في الريف غير الدرب في المدينة. نلاحظ كلمة الدرب اسم بدأت به الجملة، هو يكون مبتدأ، نضعه في خانة المبتدأ. ما به الدرب في الريف؟ يعني البعض منكم أو الكثير منكم كتب بأن الخبر هو في الريف. طيب الدرب في الريف، ماذا فهمنا من الجملة؟ لم يتضح معنى الجملة. الدرب في الريف غير، هنا أوضحت هذه الكلمة، أوضحت المبتدأ. ما به الدرب في الريف؟ غير، يعني مختلف. إذا خبر المبتدأ هنا كلمة غير. ما نوع هذا الخبر؟ هل هو كلمة مفردة أم جملة اسمية أم جملة فعلية أم شبه جملة أم مصدر مؤول؟ هذه الكلمة هي كلمة مفردة أو اسم مفرد، نضعه في خانة الكلمة المفردة أو الاسم المفرد، نفس المعنى. إذن هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، الريف دروبه بيضاء. أيضا الريف، بدأنا بجملة جديدة، الريف أيضا هو اسم تبدأ به الجملة، فإذا هو مبتدأ، نضعه هنا. ما به الريف؟ الريف دروبه، طبعا دروبه يعني طرقاته، دروبه بيضاء. هنا من الذي أوضح كلمة الريف؟ من الذي أتم المعنى؟ الريف، إذا قلنا الريف دروبه، هل نفهم شيئا؟ لا نفهم شيئا.
الريف دروبه بيضاء. تشكلت أمامنا هنا جملة اسمية ثانية فيها مبتدأ ثان زائد خبر لهذا المبتدأ، يعني هذه كلمة بيضاء أخبرت عن من؟ أخبرت عن الدروب، دروبه بيضاء، يعني هذا لدينا مبتدأ ثان دروبه بيضاء خبر لهذا المبتدأ، فتشكلت أمامنا جملة اسمية. فإذا هذه الجملة الاسمية هي التي أخبرت عن المبتدأ الريف، المبتدأ الأول الريف. إذا هنا الخبر دروبه بيضاء نوعه جملة اسمية. نأتي إلى الجملة الثالثة أيضا، يعني إذا أردنا أن نحدد أيضا دروبه بيضاء، كما قلنا دروبه مبتدأ لوحده وبيضاء خبر لهذا المبتدأ، ونوع هذا الخبر بيضاء هو كلمة مفرد، يعني هذان أيضا يشكلان مبتدأ وخبر. وهي في المدينة سوداء فاحمة يعوزها الشجر على الجانبين، يعوزها يعني يملأها. ماذا لدينا أيضا في بداية الجملة؟ لدينا ضمير منفصل، هذا الضمير المنفصل يحل محل الاسم، إذا هذا أيضا هو مبتدأ. أين خبر هذا المبتدأ؟ هل نقول وهي في المدينة، هل في المدينة الجار والمجرور أخبر هنا عن المبتدأ هي؟ وهي في المدينة، ماذا فهمنا من الجملة؟ لم نفهم شيئا، وهي سوداء. هنا هذا هو الخبر، خبر المبتدأ هو سوداء، هو الذي شرح أو فسر المبتدأ، هو الذي أتم المعنى، وهي سوداء وليس وهي في المدينة. لا نفهم شيئا إذا قلنا وهي في المدينة، ما بها في المدينة، هي سوداء. إذا سوداء هو الخبر، وطبعا هنا نوعه اسم مفرد أو كلمة مفردة، ليس جملة ولا شبه جملة ولا مصدر مؤول. نكمل هنا، ليس لدينا مبتدأ وخبر، هنا جملة فعلية. نكمل، كل درب في الريف قديم، أيضا كل هو اسم بدأت به الجملة، يسمى أيضا مبتدأ، نضعه في خانة المبتدأ. من الذي فسر؟ ما به كل درب في الريف؟ ما به كل درب في الريف؟ لم نفهم شيئا، كل درب في الريف ما به؟ قديم. إذن قديم هو خبر للمبتدأ كله، هو الذي فسر هذا المبتدأ، هو الذي أوضح معنى الجملة، كل درب في الريف قديم. إذن قديم هو خبر للمبتدأ ونوعه كلمة مفردة، يعني ليس، أو لاحظت لديكم كلما رأيتم مثلا جار ومجرور وبعد المبتدأ وضعتموه أنه هو الخبر وكتبتم شبه جملة، هذا غير صحيح، يجب أن نبحث عن الكلمة أو الجملة أو الكلمة التي تخبر عن المبتدأ، ما به كل الدرب، ما به قديم بهذا الشكل. فيقال فلان حول دربه عنا، يعنون ذلك، هنا ليس لدينا شيء، فقط هنا يمكن أن نقول هنا لدينا ممكن مبتدأ وخبره جملة فعلية. هنا طبعا لم نكتبها لعدم الاتساع، لأننا قلنا بعد فعل القول سابقا تأتي إما جملة اسمية أو جملة فعلية، فأنا يعني لم أكتب هذه الجملة. هنا يمكن أن نقول فلان مبتدأ وخبره حول جملة فعلية، إذا لدينا هنا أيضا جملة اسمية جديدة. السؤال الثاني، ثني ثم اجمع الجمل الاسمية الآتية، معلم الصف نشيط. للتذكير الاسم في حالة المفرد إذا كان مرفوعا يجب أن يبقى مرفوعا في المثنى وفي الجمع، إذا كان نكرة في المفرد يجب أن يبقى نكرة في صيغة المثنى وفي صيغة الجمع. إذا الجملة الأولى، معلم الصف نشيط، في صيغة المثنى معلما الصفين نشيطان، طبعا علامة الرفع في المثنى هي الألف،
وهنا نون المثنى محذوفة لأنه مضاف، لأن الاسم المثنى هنا مضاف لما بعده. عندما يكون الاسم المثنى مضاف، أو حتى الجمع عندما يكون الاسم مضاف تحذف نونه. هذه القاعدة مرت معنا في درس المثنى وجمع المذكر السالم. وفي صيغة الجمع، معلمو الصفوف نشيطون. طبعا قلنا معلمة ومعلمو لأن علامة الرفع في المثنى هي الألف، وعلامة الرفع في الجمع المذكر السالم هي الواو. الرجل صادق، تصبح الرجلان صادقان، أيضا علامة الرفع في المثنى الألف. الرجال صادقون أيضا. العامل مجتهد، تصبح العاملان مجتهدان، والعمال مجتهدون في صيغة الجمع. عمتي حنون، تصبح عمتاي حنونان في صيغة المثنى. طبعا لا نقول حنونتان، نقول حنون. وفي صيغة الجمع، عماتي حنونات في صيغة، هنا الحنونات في صيغة جمع المؤنث السالم، نضع ألف وتاء طويلة في آخر هذا الاسم. أختي الصغيرة شقراء، تصبح في المثنى أختاي الصغيرتان شقراوان. تحدثنا أيضا في المثنى عن هذه الحالة، حالة شقراوان، لا نقول شقراوتان، نقول شقراوان. تقلب الهمزة هنا إلى واو، تعود إلى أصلها في المثنى وفي الجمع. أخوات الصغار شقراوات أيضا، لا نقول شقراءان أو شقراءات، إنما نقول شقراوات، لأن أصل هذه الهمزة كما قلنا سابقا أصلها واو في اللغة العربية، فتعود إلى أصلها. الجملة التالية، محاميات دفاع بارعان. محامي الدفاع بارع، نحولها إلى صيغة المثنى، طبعا نضيف ألف ونون، تصبح محامي محاميان، ولكن تحذف النون لأن هذا الاسم مضاف لما بعده، فتحذف نونه. وفي الجمع تصبح على الشكل الآتي، محامو الدفاع بارعون. هنا أيضا حذفنا النون لأن الجمع هو مضاف لما بعده. ملاحظة، نحن عندما تحدثنا عن كلمة محامي هي اسم منقوص، إذا حولناه إلى صيغة الجمع تحذف منه الياء، يعني لا نقول محاميون بل نقول محامون. الجملة الأخيرة، الثمرتان ناضجتان، أو الثمرة ناضجة، تصبح في صيغة المثنى الثمرتان ناضجتان. طبعا نثني، نضع ألف ونون في صيغة المثنى. وفي صيغة الجمع هنا، الثمار ناضجة، نجمعها هنا للثمار جمع تكسير، وناضجة تبقى كما هي في صيغة المفرد المؤنث، كون الجمع هنا غير عاقل. السؤال الرابع هنا، طبعا نحن اخترنا مجموعة من الأسئلة المهمة الموجودة في دفتر التمارين أو التطبيقات. حدد الخبر في الجمل الآتية، ثم اذكر نوعه وأوضح وظيفته. طبعا الخبر يعني يفسر المبتدأ، يشرحه، يعني لا داعي للحديث عن الوظيفة، بإمكاننا تخطي ذلك. نركز على تحديد الخبر وذكر النوع. السماء صافية، أين الخبر هنا؟ من الذي أخبر عن السماء صافية؟ نوعه هو ليس جملة اسمية، وليس جملة فعلية، وليس شبه جملة، وليس مصدرا مؤولا، إذا هو كلمة مفردة. الجملة الثانية، الشمس لا تتحرك، أيضا مبتدأ الشمس، من الذي أخبر عنه؟ تتحرك. تتحرك، ما نوع هذا الخبر؟ هل هو كلمة مفردة؟ هل هو فعل؟ هو تتحرك جملة فعلية، يعني مؤلف من فعل وفاعل، يكون نوع الخبر جملة فعلية. بالنسبة للجملة الثالثة، القمر يدور في الفضاء، ما به القمر؟ يدور، من الذي أخبر عنه؟
الفعل يدور. ما نوع هذا الخبر؟ أيضا جملة فعلية. الجملة التالية: العلم بحره واسع. إذا أردنا أن نبحث عن الخبر، من الذي أخبر عن العلم؟ ما به العلم؟ بحره واسع. إذا قلت العلم بحره، هل هناك خبر؟ لم نفهم شيئا، يعني لم نوضح ما به العلم. أما إذا قلنا بحره واسع فاتضحت الصورة واتضح المعنى. إذا لدينا هنا مبتدأ ثان وخبر لهذا المبتدأ، فتشكلت جملة اسمية هي التي أخبرت عن المبتدأ الأول الذي هو العلم. الجملة التالية: الفلاح في حقله. الفلاح هو مبتدأ، من الذي أخبر عنه؟ ما به الفلاح هنا؟ في حقله. هذا الذي أخبر هو مؤلف من جار ومجرور متعلقان بالخبر، فيكون نوع الخبر شبه جمل. الجملة التالية: في المدرسة مديرها. هنا تقدم الخبر على المبتدأ، هناك حالة من حالات تقدم الخبر على المبتدأ. إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر، يعني هذه الهاء الموجودة في مديرها تعود إلى من؟ تعود إلى الخبر. هذا الخبر شبه الجملة في المدرسة، فيمكن عند ذلك أن يتقدم الخبر على المبتدأ. إذا كان في آخر المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر، يتقدم الخبر على المبتدأ. أصل الجملة المدير في المدرسة، ولكن تقدم الخبر. لماذا؟ لأنه اتصل في آخر المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر. إذا هنا الخبر هو في المدرسة ونوعه شبه جملة. الجملة التالية: الحديقة أشجارها مثمرة. أيضا الحديقة مبتدأ، من الذي أخبر عن هذه الحديقة؟ إذا قلنا الحديقة أشجارها، هل هناك خبر؟ هل فهمنا شيئا؟ هل اتضحت الصورة؟ لم تتضح. إذا قلنا الحديقة مثمرة، عادة يعني الحديقة لو كانت أشجارها غير موجودة لكانت مثمرة هي الخبر، ولكن هنا مثمرة أخبرت عن ماذا؟ أخبرت عن الأشجار وليس عن الحديقة. إذا لدينا هنا أيضا جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، أخبرت عن المبتدأ الأول، فنوع الخبر هنا جملة اسمية. القطيع بين مدبرين، طبعا القطيع مبتدأ، من الذي أخبر عنه؟ بين مدبرين، بين ظرف مكان، مدبرين مضاف إليه، تشكلت لدينا شبه جملة، ويكون نوع الخبر شبه جملة. بالنسبة للسؤال الخامس: اجعل الكلمات الآتية خبرا لمبتدأ ملائم. يعني يمكن أن هذه الكلمات يجب أن تكون أخبارا أو كل واحدة من هذه الكلمات خبرا لمبتدأ نحن نكتبه. لكم الحرية طبعا، أنا هنا قمت بتأليف بعض الجمل، أنتم لكم الحرية في تأليف أي جملة، شرط أن يكون أو أن تكون كل كلمة من هذه الكلمات هي خبر لمبتدأ أنتم تضعونه. فقلنا بأن التلميذ مهذب، القاضيان عادلان في حكمهما، عمال المصنع نشيطون في عملهم، النساء عاملات ناجحات في المجتمع. طبعا هنا عاملات خبر للمبتدأ النساء، هنا نشيطون خبر للمبتدأ عمال، هنا عادلان خبر لقاضيان، ومهذب خبر للتلميذ. نأتي أخيرا للإعراب، علينا أن ننتبه جيدا لكيفية إعراب المبتدأ والخبر. أعرب ما تحته خط في الجمل الآتية. الجملة الأولى: هؤلاء فلاحون. طبعا هؤلاء اسم إشارة، اسم إشارة في أول الجملة حل محل الاسم، فيكون في محل ماذا؟ حل محل الاسم الذي يكون موجود في أول الجملة، فيكون في محل رفع مبتدأ، فنقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الجملة الثانية: كيف الحال. هنا كيف هو اسم استفهام،
ولكن إذا علينا أن نعرف محل هذا الاسم من الإعراب، هذا الاسم يأتي أحيانا في محل رفع المبتدأ ويأتي أحيانا في محل رفع خبر المبتدأ. كيف نعرف محله من الإعراب؟ قلنا دائما بأننا نجيب عن السؤال أصل الجملة الحال كيف، يعني الحال مبتدأ وكيف هو الخبر، ولكن تقدم الخبر لأن له حق الصدارة، لأنه عادة اسم الاستفهام يأتي في أول الجملة، فنقول كيف الحال وليس الحال كيف، فنقول هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ الحال، يعني تقدم الخبر هنا على المبتدأ. الجملة الثالثة لنا الصدر دون العالمين. طبعا هنا الصدر لنا الصدر، نلاحظ هنا لنا جار ومجرور، والصدر أيضا دون العالمين، هنا الصدر لنا، تقدير الجملة الصدر لنا، هنا تقدم الخبر على المبتدأ. طبعا ليس لأن الخبر المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، لأن المبتدأ هنا ليس نكرة، هنا يعود إلى حالة تقدم المبتدأ، يعود إلى حالة يعني اعتبار أن الخبر أهم من المبتدأ. فهنا إذن الصدر مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أصل الجملة الصدر لنا دون العالمين. هنا أراد إبراز الخبر فقدمه على المبتدأ. الجملة التالية في البستان صاحبه، هذه مرت جملة تشبهها في السؤال، حدد المبتدأ والخبر، حدد خبر المبتدأ ونوعه. في البستان صاحبه، إذا أصل الجملة هنا صاحب البستان موجود فيه طبعا، هنا صاحبه الهاء الموجودة في آخر صاحبه تعود إلى من؟ تعود إلى البستان. إذا كان أو إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر يلي هو هون جار ومجرور، يتقدم الخبر على المبتدأ، يعني هنا صاحبه هو مبتدأ، مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف طبعا لأنه لاتصال الضمير به، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. إذا هنا إذا أردنا الحديث عن سبب تقدم الخبر على المبتدأ نقول اتصل لاتصال الضمير بالمبتدأ، هذا الضمير طبعا يعود إلى الخبر. الجملة التالية ذو الأخلاق العالية محترم، ذو إذا كنتم تذكرون من الأسماء الخمسة، وهذا الاسم جاء في أول الجملة فيعرب مبتدأ، نقول وعلامة الرفع في الأسماء الخمسة هي الواو، فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وخبر هذه خبر هذا المبتدأ هو كلمة محترم هنا. هذا الخبر. الجملة التالية أن تبني خير لك، خير لك من الهدم. أن تبني هذا مصدر مؤول، إذا كنتم تلاحظون مصدر مؤول مؤلف من أن زائد فاعل مضارع جاء في أول الجملة. نعرض طبعا أن حرف نصب ينصب الفعل المضارع، تبني فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أين الفاعل؟ أن تبني أنت، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. إذا هنا أنهينا الإعراب لأن هناك خط تحت أن تبني. ماذا يبقى لدينا؟ ما هو محل المصدر المؤول من الإعراب إذا جاء في أول الجملة؟ يكون في محل رفع مبتدأ، والمصدر المؤول أن تبني واقع في محل رفع مبتدأ، هنا بحاجة إلى همزة هنا في محل رفع مبتدأ. الجملة الأخيرة الحديقة أشجارها رائعة، هنا رائعة خبر لمن؟ خبر لأشجارها للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا هنا الخبر هنا لأشجارها وليس للحديقة.
هنا الخبر الحديقة هو أشجارها رائعة جملة اسمية. بهذا قد نكون قد أنهينا الأسئلة المهمة المتعلقة بدرس المبتدأ والخبر، على أمل أن تكونوا قد فهمتم جيدا ما قلته لكم، وشكرا لكم.